وننتقل بالرادار الآن إلى كوريا الشمالية، حيث أفادت وسائل إعلام بإقالة ثاني أقوى مسؤول عسكري في البلاد بعد الزعيم كيم جونغ أون. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وسكرتير اللجنة المركزية للحزب أقيل في الاجتماع السنوي للجنة الأسبوع الماضي، وذلك دون ذكر للأسباب. أما في الجارة الجنوبية، فأجرى الجيش تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب. وقالت وزارة الدفاع في سول إن إطلاق الصاروخ يأتي كجزء من مساعيها لبناء قدرة مراقبة فضائية وتعزيز أسلوبها الدفاعي. هذا وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية بأنها تبحث مع واشنطن إجراء مناورات مشتركة للأسلحة النووية. يأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس الكوري الجنوبي أن التعاون العسكري بين بلاده والولايات المتحدة في الوقت الراهن غير مطمئن لبلاده في مواجهة التهديدات المتنامية لكوريا الشمالية. كما كشف الجيش الكوري الجنوبي عن خطط لإنشاء قيادة عسكرية لرد نووي. للمزيد تنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري. أمينة، هل من تعليقات رسمية حتى الآن على ما أعلنته الرئاسة الكورية الجنوبية؟ هل من الواضح في هذه المرحلة الموقف الأمريكي لاتخاذ هكذا خطوة يمكن أن تعتبر من قبل كوريا الشمالية خطوة تصعيدية؟ إيمان، حقيقة لا توجد ردود فعل رسمية حتى هذه اللحظة على الإعلان الكوري الجنوبي. اليوم هو يوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حسب التصريحات التي جاءت من العاصمة الكورية الجنوبية سول أن الإدارة الأمريكية مرحبة بإجراء هذه المناورات. لا ننسى أن كوريا الجنوبية حليف استراتيجي ومهم، وهو واحد من التحالفات المهمة للولايات المتحدة الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى اليابان بطبيعة الحال. وفي خلال شهر تقريبا أجرت الولايات المتحدة الأمريكية مناورتين عسكريتين مع كوريا الجنوبية، وتم خلالها نشر أسلحة واستخدامها للمرة الأولى بما فيها قاذفات B-52 وطائرات F-22. بطبيعة الحال كوريا الجنوبية تقول بأن حتى مع هذا الكم الكبير من المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال التهديدات القادمة من الجارة الشمالية مستمرة، وهناك في الحقيقة مخاوف مشتركة بين واشنطن وسيول بأن تتجرأ بيونغ يانغ للمرة الأولى منذ العام 2017 على إجراء تجارب نووية بعد أن بلغت تجاربها الصاروخية أعدادا قياسية في العام 2022. ومن هنا جاءت هذه الدعوة الكورية الجنوبية. وكما قال المسؤولون أيضا هناك بأن هناك ترحيبا من الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في ما تقوم فيه كوريا الشمالية تهديدا مستمرا على أمن شبه الجزيرة الكورية. وبطبيعة الحال هناك العديد من النقص في الدفاعات سواء لدى اليابان أو كوريا الجنوبية، ومن هنا تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لإمداد حلفائها الاستراتيجيين هناك سواء بالخبرة العسكرية أو حتى بالأسلحة. والمعلومات تفيد بأنه في حال فعليا تم إقرار هذه المناورات النووية ستتم على أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية مع تبادل مشترك للبيانات بين البلدين. نعم، شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري.